Knouz FM. Knouz FM. Nassik et Denia, on a fait. Revue de presse. حقائق أونلاين حكيت على تصويرة الرجل الكبير المريض اللي عمره 81 سنة ربي يشفيه اللي تصور ملوح على القاع مبين لوسخ في الشامبر متاع المرضى في سبيطار جندوب. وزير الصحة سعيد العايدي افتح تحقيق حول الأهمال اللي صار وكيل عادة ممكن يفوس التاندر أنه سي سعيد يطرد مدير سبيطار جديد كواكو المرة هذية مش كيما في القروين وسيدي بوزيد. المرة هذية المدير سي عمر بوستة أكد صحة الصور ومنكرش ومقالش اللي كل شيء ماشي بالباهي في السبيطار كيما عملوا الآخرين. حاجة باهية على خاطر الاعتراف بالحق فضيلة دو أن ودو دو على خاطر ما نجمو نصلحو كان ما نستعرفو بغلطنا وما بيناتنا نجمو نتناقشو في اللي قاعد يعمل فيه سي سعيد العايدي صحيح وإلا غلط. أما أون شوز إي سيغ الراجل قاعد يخدم بقلب ورب ولازم الوزراء الآخرين ياخذوا عليه ليكزامبل. جوستومون سي نيجي جلول وزير التربية وحسب جريدة المغرب يقول اللي في برنامجه سيتم الانطلاق في منظومة المدرسة الرقمية أبارتير من 2018. شنو معناه؟ معناها ما عادش محافظ، ما عادش كرارس، ما عادش كتب، التلميذ يهز تابليت ولا اورديناتور ولا اللي هو وينطلق. هي كي تجي تشوف حاجة هبال على خاطر سيتان سيني متاع تقدم وينجم يكون ان با فير لافون مش نكسرو مع هالسيستيم ايديوكاتيف اللي حسب رأيي هو السبب الرئيسي في اللي صاير في تونس الكل. كواكو ماذا هلي كنا حاضرين وان شاء الله ما يطلعوش يبيعونا في الحلمة كيما قالوا لنا قبل مثال اللي هما مش يعملونا ميات نسالة سينما هذيك مانيش ناسيه لهم راني. بريف احنا نسبقوا الخير ونقولوا ان شاء الله تطلع الحكاية صحيحة وها 2018 ما هوش بعيد. انترتان في حقائق اونلاين وصريح تحكي على تعويض ب 900 دينار لنواب الشعب منحة متعلقة بالاكل والسكن والتنقل. شنو منحة 900 دينار للنواب في الوضعية هذية ومرة اخرى تعرفوش كيفية هالي سكت اعطيني الموسيقى. يزونا من البهامة الزايدة يلزم الكلام اللي ما منه فايدة. كنوز FM كنوز FM نسيك الدنيا وما فيها.